قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. 74 سنة على قرار تقسيم فلسطين، و44 عاماً من إعلان اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا يزال الفلسطينيون يحلمون بالاستقلال ويتعرضون يومياً لانتهاكات واعتداءات صارخة من الكيان المحتل الذي يسعى لتنفيذ مخططه التوسعي بإقامة مستوطنات وقمع الأبرياء والتفنن في انتهاك حقوق الإنسان أمام مرأى العالم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبهذه المناسبة التاريخية جدد دعمه للمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن استمرار دولة الاحتلال بتقويض حل الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد سيجبر السلطة الفلسطينية على اتخاذ قرارات حاسمة في المجلس المركزي القادم. فيما اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن قرار تقسيم فلسطين المشؤوم يمثل تواطؤاً غربياً ودولياً لن يضفي الشرعية على اغتصاب فلسطين من قبل هذا الكيان المجرم، ورأت أن قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للشعب الفلسطيني عرفها التاريخ. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين إلى جانب توسيع المستوطنات أدى إلى تقلص احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين. المجلس الوطني الفلسطيني حمل الأمم المتحدة ودول أخرى تتصدرهم بريطانيا حملها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تنفيذ الشق الآخر من القرار المتعلق بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك أكد السفير الفلسطيني بالجزائر أن المناسبة إحياء وليست احتفالا، لأنها تعبر عن تضامن شعوب العالم وأحراره مع الفلسطينيين ورفضهم للاحتلال وفضح جرائمه. هذه الذكرى المريرة التي لا نقول نحتفل بها، وإنما نحييها في كل عام، نحييها في كل عام لأنها تعبر عن تضامن شعوب الأرض وكل أحرار العالم مع معاناة الشعب الفلسطيني. ويشكل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة ولم تحل حتى يومنا هذا، رغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف.